نناقش هذا الأمر هاتفيا مع ضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ علي السيد. أستاذ علي، المجتمعات تطورت، وسائل الاتصال جعلت العالم قرية أكثر من صغيرة ربما في هذه الحالة، وبالتالي هناك متغيرات تفرضها الوقائع الحالية. لذا ربما كانت رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقارة العالم أن يقتربوا أكثر من الشباب، أن يستمعوا لهم، أن يتركوهم يعبروا عن أفكارهم في المستقبل. إذن هي دعوة واقعية لواقع مختلف. صحيح. مساء الخير على حضرتك، مساء الخير على السادة المشاهدين، وكل سنة ومصر طيبة وشبابها بخير وكل شباب العالم بخير. ما قدمته مصر للشباب خلال السنوات القليلة الماضية لم تقدمه أي دولة أخرى في العالم، وهو غير حقيقة غير مسبوق في مصر كمان. لدينا تجارب يعني غير موجودة في أي بلد آخر. البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والدفع بالشباب لتولي المناصب القيادية المهمة، شفنا نواب المحافظين ونواب الوزراء في أعمار الحقيقة يعتبرها البعض صغيرة جدا، عشرينيات يعني. هناك عدد غير مسبوق لنواب البرلمان من الشباب، وكذلك في مجلس الشيوخ. الحقيقة مصر عملت تجربة كمان مش موجودة في العالم كله، هي تجربة مؤتمر الشباب. الشباب يتحاور في هذا المؤتمر مع رئيس الدولة بكل أريحية ويطرح أسئلته، حتى شباب العالم أصبح يحاور رئيس مصر ويتحدث عن المشكلات الخاصة بالعالم. مع زي في سؤال حضرتك، مع التطور التكنولوجي الكبير حصلت فجوة كبيرة بين الشباب وبين الكبار، أحدثتها هذه التكنولوجيا، وبالتالي الدول الواعية هي الدول التي تسعى إلى ربط العلاقة ما بين الشباب وما بين مجتمعهم، ما بينهم وما بين دولتهم، ما بينهم وما بين واقعهم، ودمجهم بشكل كبير وتحويلهم الى قاده سواء في اللحظه الراهنه او في المستقبل. وده اللي جاء في كلمه السيد الرئيس بمناسبه التهنئه للشباب. مصر الحقيقه صاحبه تجربه رائده في هذا المجال خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل التجارب تسعى الى الدفع بالشباب، لانهم كما قال السيد الرئيس يعني الحقيقه نصف الحاضر وكل المستقبل، هم فعلا كل المستقبل. الواعيه هي التي تعد شبابها لكي يتولى المهام الصعبه. اذا مصر استاذ علي قدمت المثل بنفسها سواء سياسي بالاجتماع مباشره مع الشباب في قاعات مغلقه للحديث وتبادل الاراء، وحتى مع شباب العالم كما تفضلت. أيضا أستاذ علي، فكرة المشروعات القومية الكبرى، فكرة تحسين وجه الحاضر والمستقبل يستهدف الشباب. نتحدث عن 65% من سكان مصر الآن من الشباب، دولة فتية شابة تستدعي فعلا أكبر للمستقبل، هو أيضا ما فعلته مصر وقدمت به المثل. صحيح. الحقيقة الـ 65% ده ثروة قومية عند الأمم التي تعرف كيف تخطط لمستقبلها. ومصر تعاملت مع الشباب بأفكار جيدة، بأفكار جديدة، بأفكار متطورة، كيف يمكن استيعاب هذا التقدم الكبير في العالم واستيعاب شبابنا من خلاله. مصر أعطت الحقيقة زي ما حضرتك قلت مثال كبير وعظيم للعالم كله بأنه العلاقة لا ينبغي أن تكون علاقة تضاد بين الدولة وبين الشباب، لكن يمكن أن يكون الشباب داعم لدولته، ويمكن أن يكون بناء لمجتمعه، ويمكن أن يكون منتجا بمساعدة الدولة وتوجيهه، يمكن أن يتحول إلى طاقة كبارة، طاقة إيجابية تفيد المجتمع. دائما أبدا الحقيقة كل المشروعات اللي بتطرح في مصر بيبقى جزء أساسي فيها الشباب، وهكذا يكون استخدام الطاقة البشرية كطاقة منتجة، كطاقة اقتصادية مأمولة للمستقبل. صحيح. الطاقة البشرية ثروة مهمة جدا في حالة تأهيلها، في حالة ما التعليم يكون تعليم متقدم ومتطور، وتأهيل هذه الثروة الكبيرة تصبح قيمة كبيرة، لكن لو حدث العكس تصبح عبء ثقيل على الأمة وعلى كما حدث في السنوات الماضية مثلا. صحيح. صحيح. كان طبعا بالنسبة لنا كان هناك فجوة كبيرة كانت بين الشباب قبل 2011، كان في فجوة كبيرة بين الشباب وبين الدولة وبين المجتمع، حتى كان في تطور كبير جدا الكبار كانوا غير مدركين ليه.
الآن الشباب جزء أصيل من حركة المجتمع، من حركة تطور المجتمع، من كل ما يحدث في المجتمع. الشباب بيمارسوا العمل السياسي، الشباب بيمارسوا العمل التشريعي والبرلماني، بنشوفهم في كافة القطاعات، والدولة تضع دائما وأبدا أهمية للشباب وتأهيلهم. شوف حتى مصر الحقيقة بتقدم جامعات جديدة، جامعات على درجة عالية من التقدم، جامعات مرتبطة وفي ارتباط بينها وبين جامعات عالمية مصنفة في التصنيفات المتقدمة جدا. كل الجامعات الأهلية التي يعني يتم افتتاحها الأيام الماضية أو الفترة الماضية والأيام المقبلة بتؤكد أنه مصر ترى شبابها برؤية متطورة ومتقدمة. أستاذ علي، حضرتك طرحت نقطة مهمة أظن، لأنه فكرة تطوير سوق العمل بناء على تطوير التعليم أو المنتج التعليمي هذا أمر مهم، ونحن ما يفعل الآن في الجامعات الأهلية كما تفضلت حضرتك في جامعة العالمين الجديدة، المنصورة الجديدة، الجلالة الجديدة، تقدم منتجا بشريا علميا مختلفا لسوق عمل مختلف. إذا نحن نتطور بناء على المختلفات الموجودة الآن ومستقبلا. الله ينور على حضرتك، سؤال مهم جدا. مصر يعني أعدت دراسات مهمة لسوق العمل في مصر خلال 30 سنة قادمة. هذا السوق يتطلب تجهيز وتأهيل الشباب عن طريق الجامعات أو التدريب أو خلافه. الجامعات الجديدة كلها تتجه إلى نفس الاتجاه أو تؤدي إلى نفس النتائج التي تسعى إليها مصر، بحيث تكون سوق العمل مستوعبة لهؤلاء الخريجين وهي في حاجة ماسة إليهم، وبالتالي تقل البطالة ولا يصبح لدينا خريجين بيعملوا في مهن أخرى أو غير قادرين على أنهم يعملوا في المجال الذي تعلموه أو الذي أتقنوه. بحساب الجامعات الآن أو حساب التعليم في مصر مبني على سوق العمل وما تحتاجه مصر في السنوات المقبلة. الشباب عنوان عريض وكبير، ونقدر نقول هيدلاين أو عنوان رئيسي في سياسات الرئيس عبد الفتاح. والشباب عنوان مشترك ايضا استاذ علي، لانه كل المشروعات التي تقدمها مصر وهي تقدم جمهوريتها الجديده لمده 50 سنة مقبله ترتكز على تطوير المستقبل للشباب الحالي حين يكبرون، وللشباب المقبل ايضا حين ينتج جيل جديد من هؤلاء الشباب. اذا نحن نتحدث عن متواليه يعني غير منتهيه تنظر للتطور وتؤمن المستقبل ايضا. صحيح، هذه سلسله مترابطة الحلقات، كلما أعددت جيل متطور الجيل اللي بعده يأتي أكثر تطورا وأكثر تقدما، كلما وضعت في اعتبارك أن الزمن يتطور بشكل سريع وبصورة سريعة جدا تنتج جيل لديه مهارات عالية جدا ويستطيع التعامل مع المتغيرات الكثيرة التي تحدث في المجتمع. ده مصر بتسعى إليه بشكل كبير هذه خلال السنوات الماضية باهتمامها بالشباب وتطويرهم وتأهيلهم. يعني حتى لما تقول انهم يتولوا المناصب القيادية ما تنفعش تتقال جملة وتترك هكذا. لدينا أكاديمية لتأهيل الشباب، لدينا برنامج رئاسي لتأهيل الشباب لتولي المناصب، وبالتالي الشاب اللي يروح يبقى مؤهل للمنصب الذي يتولاه ويستطيع ان ينجز فيه انجازات كبيرة، لانه عنده طاقة كبيرة جدا وعنده علم يستطيع أن يخدمه ويخدم المجال الذي وظف فيه. أستاذ علي، إذا جازت لنا المقارنة، نحن نفعل مع شبابنا ما لا تفعله دول أخرى في الجوار، يعني حين يعمل مهندسون في مجالات مختلفة لم تكن موجودة في العمل الهندسي السابق، في العمل الزراعي السابق، في العمل التصنيعي السابق، نحن نحصل على منتج بشري جيد جداً لم يحدث أن تطور بمثل هذا التطور في دول أخرى، فبالتالي نحن على قدرة أن نمد أيضا بشبابنا يد العون إلى دول أخرى تسعى إلى تنمية ذاتها. كل تأكيد مصر قدمت تجربة فريدة من نوعها سواء للشباب أو الحقيقة في تطور وتقدم المجتمع بشكل عام. تجربة مصر تجربة مهمة جدا للشباب، ليس لدول الجوار بس ولكن الحقيقة لكل العالم. ما شفناش منتدى شباب عالمي أو منتدى شباب محلي في أي دولة الشباب بيتكلموا عن كل قضايا المجتمع، ولديهم أطروحاتهم الخاصة، ولديهم أفكارهم الخاصة، ولديهم حلولهم
الخاصة اللي جزء من هذه الحلول تم الاستفادة به وتم تقديمه كحلول لكثير من المشكلات في المجتمع المصري. نعم. هذه تجربة مهمة وتجربة فريدة، وأنا شاهدت الحقيقة شباب من بلدان مختلفة في المؤتمر الشباب العالمي وهم في حالة من الحقيقة الانبهار بهذا الحدث المهم، لأنه هذا الحدث لا يوجد تجربة مماثلة لي في بلدانهم أو في بلدان أخرى، لم يشاهدوا مثل هذه الأمور في بلدانهم أو في بلدان أخرى، وطرحوا أفكار مهمة للنقاشات. صحيح المؤتمر توقف بسبب تداعيات كورونا الحقيقة تسببت في مشكلات كثيرة في العالم، لكن السؤال بتاع حضرتك سؤال غاية في الأهمية، لأنه إذا قدرنا طالما عندنا نموذج مهم نستطيع أن نقدم هذا النموذج للعالم، ونستطيع أن نقدم كمان خدماتنا للعالم. لدينا الآن خبرات متطورة، لدينا علم، لدينا شباب لديه كثير من الخبرات والمعرفة والعلم والقدرة على القيادة، مش بس القيادة، عشان دايما القيادة دايما وكأنه بتكلم عن القيادة السياسية سواء محافظين محافظين أو لا، قيادة العمل، الإدارة هو أهم عنصر في تقدم الأمم، ومصر تعمل بشكل كبير على تطوير أبنائها لكي يكونوا قادة، والأهم أن تكون هناك إرادة للإدارة. أشكرك ضيفنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ علي السيد، شكرا علي السيد، شكرا جزيلا لك.